السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة معايا فيديو جديد وخبر جديد، وزي ما متعودين هنصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ايه اللايف اللي ياسمين عبد العزيز طلعت بيه وقالت في اللايف ده ايه؟ وايه اصل الحكاية؟ وايه اللي وصل الحكاية بين ريهام حجاج ومحمد حلاوة وياسمين عبد العزيز؟ ليه اللي وصلوا له ده؟ كل ده هنعرفه مع بعض في الفيديو، بس يا ريت ما تنسوش تدعموني باللايك والشير، فعلوا زر الجرس عشان يوصلوا لكم كل جديد. البدايه بدات خالص لما بوسي شلبي حد استضافها في برنامج شيخ الحاره، وسالوها مين هي نجمه الجيل حاليا اللي بتجيب ليها شباك تذاكر وكده. قالت ساعتها ان نجمه الجيل ده ما قالتش، قالوا لها ياسمين عبد العزيز ولا يسرى؟ قالت لا يسرى. فطبعا طبعا ياسمين عبد العزيز ما اتكلمتش في الوقت ده، بس جت بعديها بوسي شلبي لما حبت تستفز ياسمين عبد العزيز، استضافت ريهام حجاج عندها في الحلقه، وطول الحلقه فضلت تتكلم عن جوزها محمد حلاوه اللي هو طليق ياسمين عبد العزيز الاولاني، وبدات ان هي تقول لها مبروك على الحمل على اساس ان هي بتغيظ في ياسمين عبد العزيز. فطلعت ياسمين عبد العزيز على صفحتها وكتبت، نزلت بوست وكتبت عليه بس يا شويه حرابيب. طبعا اتضايقوا جدا، وبعد كده طلعت اخت محمد حلاوه ونزلت فيديو وقعدت تغلط في ياسمين عبد العزيز، واحنا ما كناش بنحبك بالرغم ان في صور كتير ليهم مع بعض وكانت بتجمعهم مع بعض، دلوقتي بطلتوا تحبوها، ما علينا. بعد كده طلعت بنته هي كمان وبدات نزلت ستوري امبارح وقالت انت خطفتي بابانا مننا، انت قعدتي واخده بابانا مننا لمده 17 سنه، انت اللي فرقتينا عن اخواتنا، مع ان برضو انا منزله لكم صوره ليها مع ياسمين عبد العزيز هي وجوزها. تمام، يعني معنى كده ان كانت العلاقه حلوه دلوقتي بقت العلاقه وحشه. ماشي. المهم بدا بعد كده هجوم كبير جدا على ياسمين عبد العزيز. طبعا اخوها لما لقى الهجوم ده رغم الخلاف اللي كان بينهم نزل بوست وقال مهما يكون الخلاف اللي كان بيننا احنا هنفضل مع بعض وجنب بعض. طبعا ياسمين عبد العزيز نزلت بوست عندها على صفحتها، كل زمايلها كانوا متضامنين معاها، احمد حلمي، منى زكي، كل الفنانين كانوا متضامنين معاها، بدرية طلبة، كل الفنانين كانوا متعاطفين مع ياسمين عبد العزيز، لان ياسمين عبد العزيز فنانة محترمة جدا جدا جدا، ومن الناس الخلوقة ودايما بتحب الخير للناس كلها، حتى افلامها كل الناس بتحبها لانها افلام فعلا قيمة ما فيهاش اي حاجة تخدش الحياء، وافلامها كمان بيخشوها العائلات بولادهم لان ما فيهاش اي حاجة وحشة، وفعلا هي نجمة جيلها وليها شباك تذاكر، وده معروف لكل صناع السينما بشهادة غادة عبد الرازق اللي سألوها مين هي نجمة الشباك في الفترة بتاعت الجيل ده، قالت ياسمين عبد العزيز هي نجمة الشباك في الوقت ده. بالنسبة لللايف اللي انتشر على كل مواقع التواصل الاجتماعي ان ياسمين عبد العزيز نزلت لايف اتكلمت فيه وكده، اللايف ده مش حقيقي لان هي ما نزلتش اي لايف ليه على صفحتها الشخصيه على الفيسبوك لحد دلوقتي. طبعا لو وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت لايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.